مكتب جماعة المياه والبيئة، المكتب الاستشاري الهندسي في مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وحماية البيئة، أسس سنة 1992. المكتب بيضم حوالي 40 مهندس بالمكتب. الحمد لله أنا ليا براءة اختراع لمحطة معالجة صرف صحي حاصلين عليها من كندا وأمريكا. عندنا تعاون مع شركات مقاولات مختلفة، شركة مقاولين العرب وحسن علام ومختار إبراهيم، كلها الشركات دي تعاونت معنا وقدرنا ان احنا نقدمها الخدمة بشكل جيد. كذلك عندنا تعاون مع جهات حكومية مختلفة، اولهم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. نتميز بان احنا بنشتغل في مجالات اللوكوست تكنولوجي. نفذنا 26 محطة في مصر، نفذنا محطة في العراق، ومحطة في جنوب السودان، ومحطة في غانا، ومحطة في بوتسوانا في جنوب أفريقيا.